السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد سامي بروكر ايجيبت. احنا النهاردة في مشروع جراند سيتي مع مارو مرشدي، هنشوف بنت هاوس هنا في البرج ده. تمام، طبعا هنا موقع مميز جدا، احنا جنبنا مودرن اكاديمي ونادي الصيد. تمام، ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد. هيكون معنا هنا حد من الشركة هيشرح لنا المشروع ماشي ازاي وتفاصيل بالظبط. ده كده مدخل المشروع، مدخل البرج اهو. احنا دلوقتي اهو قدام باب الشقة. تمام، ومعانا مستر احمد السيد. تمام، اهلا بيك. هيشرح لنا دلوقتي الشقة اللي احنا هنشوفها. احنا دلوقتي بنتكلم على شقة مبدئيا في مشروع جراند جيت، ده واجهة كومباوند جراند سيتي على الدائري. تمام، بعد كارفور المعادي ب 700 متر في اتجاه التجمع. تمام، الوحدة بتاعتنا عبارة عن شقة دور 11 ومعاها بنت هاوس مبني فوقيها، وقدامه تراس مكشوف روف على وجهة الدائري. تمام تمام، دلوقتي هندخل للوحدة. أول ما بندخل من الوحدة ده المدخل، بنلاقي على يمين حمام الضيوف. حمام الضيوف ده أول حاجة. أيوة بالظبط. تمام، على اليمين، وبعد كده على اليمين في مطبخ ممكن يتعمل أمريكان على ريسبشن، وبعد كده عندي ريسبشن مستطيل بالطول ياخد ثلاث قطع، وهنا السلم بيطلع على الجزء اللي فوق اللي مبني. تمام، هو البنت هاوس بتاعنا. هنا زي ما انت شايف كده ريسبشن بتكون جايب لحد الدائري، انت مش محتاج تفتح شباكك، انت الفيو بتاعك بانوراما على الدائري. تمام، وانا قاعد جوه الريسبشن بتاعي شايف اكبر مجمع نوادي موجود في الدائري كله، نادي المعادي والصيد والقطاميه. تمام، فطبعا فيو مميز جدا، والواجهه بتاعتنا دي واجهه بحري على الدائري. تمام، زي ما احنا شايفين كده هيبقى قدامي اكبر مجمع نوادي على الدائري، اللي قدامنا على طول نادي المعادي، وجنبيه نادي القطاميه ونادي الصيد، وجنبنا هنا مودرن اكاديمي. طبعا المودرن اكاديمي والمدرسه الملكيه دول موجودين على يميني وعلى شمال كارفور. تمام، فده اقدر اشوفه من وانا قاعد في الريسبشن من غير حتى ما افتح ازازي خالص، لان الفيو بانوراما سمح لنا بالرؤيه. تمام، هنخش على الجزء الخاص بالمعيشه بقى لنفس الدور اللي احنا فيه. اول ما بندخل هنلاقي ليفنج. الليفنج عندي متوزع عامل حمام، هنا في حمام. ايوه، وهنا غرفه ماستر بالحمام بتاعها، دي غرفه ثانيه معاها حمام خاص بيها ومعاها التراس بتاعها. دي غرفة بحري برضه. تمام، جايب نفس الفيو بتاع مجمع النوادي زي ما انت شايف، ودي اماكن التكييفات مخصصة طبعا. تمام، هنا دي غرفة الماستر بالحمام، وده ليفنج، وده حمام تاني يخدم الغرفتين اللي لسه هنشوفهم اللي موجودين في نفس الوحدة. تمام، دي غرفة تانية برضه مساحتها كويسة، والفيو بتاعها بانوراما على الدائري، وبرضه نفس الواجهة البحري. فاحنا كده بالنسبة للغرف والشقة كلها بحري. نطلع من الغرفة التانية على الغرفة التالتة، دي كده تالت غرفة. دي تالت غرفة في نفس الشقة، برضه الفيو بانوراما زي ما احنا شايفين على الدائري، برضه الواجهة بتاعتنا بحري، فطبعا في الصيف هنا التهوية يعني هتبقى مميزة جدا، تقريبا ممكن ما نحتاجش تكييفات خالص. تمام، يعني احنا عندنا في الدور اللي تحت هنا يعتبر تلات غرف. في 11 عندنا الشقة دي مساحتها 187. تمام، متقسمة لثلاث غرف، غرفة اثنين وغرفة ماستر بحمام وحمام تاني يخدم الغرفتين، وده الليفنج بتاعنا. وبنطلع منه على ريسبشن،
طبعا ريسبشن مستطيل بالطول، ياخد 3 قطع مستريح جدا، وعندي المطبخ ممكن نعمل منه شباك للمناوله على الريسبشن. ودلوقتي هنطلع للجزء المبني فوق، البنت هاوس. تمام. المبني فوق دور 11، يعني احنا كده يعتبر في الدور ال 12. ده سلم داخلي جوه الوحده، انا كده ما خرجتش بره باب الشقه خالص. هنا ده الجزء المبني بتاعي، ده برضه هيبقى باب الوحده عندي من فوق من الروف، بندخل منه هنا. يعني ده هنا باب تاني للوحدة معانا. هنا ده ممكن يتعمل مطبخ، وهنا ده جزء يطلع على التراس بتاعي، ده هيبقى على وجه الدائري، هنطلع نشوفه دلوقتي. تمام. وهنا عندي جزء فيه غرفة ماستر، دي غرفة ماستر للحمام بتاعها. غرفة ماستر؟ ايوه، ليها حمام خاص بيها، وواجهتها برضه بحري على الدائري ومجمع النوادي، يعني الفيو كله من كل الغرف بحري وكله شايف مجمع النوادي. ده كده التراس اللي المفروض هيستخدمه العميل. بالظبط. تمام. التراس بتاع الوحده بتاعتنا ده مساحته 77 متر، طبعا اقدر استغله استغلال كويس جدا عن طريق ان احنا ممكن نعمل برجيله خشب، واحط مرجحتي شوايتي قعدتي كلها تبقى هنا طبعا. فمعايا 77 متر عندي الحريه اعمل فيهم اللي انا عايزه، طبعا بعيدا عن المباني. يعني نقدر نعمل حمام سباحه ممكن يبقى فوق السطح. وهنا ده الجزء زي ما انتم شايفين كده من الدائري، انا شايف الفيو بتاع الدائري كله والمقطم. وعندي ده مجمع النوادي اللي موجود على الدائري، نادي المعادي والصيد والقطاميه، فالفيو زي ما انتم شايفين مفتوح ومميز جدا، جايب الدائري كله والمودرن اكاديمي والمدرسه البريطانيه. وده التراس ال 77 متر، ده الباب بتاعنا ندخل منه من البنت هاوس على التراس. وعندي شباكين هنا هيبقوا بانوراما موجودين على التراس بتاعي. ده كله هيبقى متاح معانا بالعرض بتاعنا الجديد اللي احنا برضو بنقدم للفولورز بتوع احمد سامي، العرض الجديد اسكن وقصر، بان احنا نقدر نستلم الوحده اللي احنا شايفينها دي ب 15% من ثمنها زائد 8% صيانه، واستلم المفتاح وقسط باقي ثمن الوحده على 6 سنين بدون فوائد. ده عرض جديد برضو احنا عاملينه في 2021، يقدر العملاء يستفادوا منه. بالنسبه للاستلام الفوري، فكره ان انا اسلم الوحده بعد ما بنيتها ب 15% من ثمنها، طبعا عرض كويس جدا، لان احنا كده قربنا من المشاريع اللي لسه تحت الانشاء. كمان زي ما وضحنا ان احنا نقدر نجيب خصومات لفولورز احمد سامي بتوصل ل 30%، فاحنا حابين نقول ان يونت زي اللي احنا فيها دي ممكن اخد فيها خصم في الكاش 1,250,000. في الكاش خصم؟ في الكاش 1,250,000. 1,250,000، ففرصه طبعا مميزه جدا للي عنده المقدره يسدد كامل ثمن الوحده، واللي بيحب يقسط ونشتغل على 15% والست سنين برضه هنجيب له خصومات مميزه جدا، وهيبقى في مرونه في طريقه السداد. فالعرض مميز نقدر نستفيد منه خلال الفتره اللي احنا موجودين فيها. متبقي عدد قليل من الوحدات بتاعه البنت هاوس والروف والدور ال 11، زي ما احنا شايفين الواجهه كلها بحري، وكل الفيو بتاعي على اكبر مجمع نوادي في الدائري، نادي المعادي ونادي الصيد ونادي القطاميه. طب خلينا نتكلم في السعر. في السعر احنا بنتكلم في وحده عامله على 6 سنين بدون فوائد، يعني هخلص اقساطها تقريبا في 2027، هتكون عامله 4,192,000. تمام. يعني بنت هاوس ده 192، اللي هو الشقه الدور ال 11 187 متر، ومعاها البنت هاوس فوق 93 متر، ومعانا تراس مكشوف 77 متر، يعني تقريبا نعتبرها فيلا مستقله بذاتها في الدور ال 11 بالروف، معايا فيو مميز، بنتكلم في 4,192,000 هيدفع على 6 سنين. يعني لو حبينا نتكلم ان احنا عشان نستلم وحده زي دي تقريبا ممكن نتكلم في 900,000 ادفعهم واستلم الوحده،
واكمل الباقي اقساط على 6 سنين بدون فوائد، ونقدر زي ما وضحت خلال شهر يناير بمناسبة 2021، وطبعا لعملاء وفولورز احمد سامي نقدر نجيب خصومات كويسة جدا في الفترة دي بالنسبة للاستلام الفوري مع العرض اللي معمول اسكن واقسط. احنا ب 15% نسكن والباقي نكمله قساط واحنا موجودين جوه الوحدة. تمام، عرض مميز يعني جدا. اللي هيدفع 15% مقدم هيستلم الوحده، هيستلم الوحده، ودي عرض اول مره نقدمه كشركه معمار، والباقي هيدفع على 6 سنين، على 6 سنين بدون فائده، يعني هيخلص اقساطها في 2027. 2027 هيبقى رقم الوحده ده سعرها هيبقى مختلف تماما عن السعر اللي بنتكلم فيه دلوقتي، فانا هبقى ساعتها استفدت كسكن مميز في كومباوند جراند سيتي، دي واجهته جراند جيت على الدائري، فانا بستفيد من كل خدمات الكومباوند بتاعنا جراند سيتي كنادي والمسجد والمطاعم والكافيهات والهايبر ماركت والصيدليات، طبعا امن وحراسه 24 ساعه، كاميرات المراقبه موجوده في كل مكان في المشروع، فانا بستفيد من كل ده وبسكن. وكمان الموضوع استثمار، لان واحده زي دي لما قسطها على 6 سنين في 2027 سعرها مش هيقل عن 7 مليون 8 مليون جنيه. تمام، فاحنا نقدر دلوقتي نتعاقد عليها ب 4 مليون جنيه مش كاش، احنا هنقسطهم على 6 سنين بدون فوائد، فانا شايف ان هي فرصه مميزه جدا لاي حد بيفكر يسكن. طب تقدر تحسب لي كده لو هي كاش هدفع كم؟ لو كاش انا زي ما قلت لك اقدر اجيب خصم لفولورز احمد سامي زي ما وعدناهم في الفيديو اللي فات في كومباوند جراند سيتي، ان احنا نجيب خصم 30%، فانا اقدر اجيب على الوحده دي خصم دلوقتي يوصل لمليون 250 الف، فتقريبا تلت ثمن الوحده اتشال في الكاش، فدي فرصه لاي حد بيفكر يستثمر ويسكن في نفس الوقت. طبعا خصم مش قليل، خصم كبير، وطبعا ده موجود معانا لفتره ان شاء الله لحد نهايه الشهر ده، فاي حد مهتم يقدر يتواصل معانا عن طريق الارقام اللي هتبقى موجوده على الفيديو. احنا بنقدم دلوقتي شقه بالبنت هاوس بالروف، لو حد مش محتاج شقه ببنت هاوس بروف كالمساحه دي نقدر برضه نوفر له وحدات بنفس الفيو ده كده، مساحات 185، مساحات 190 لحد ال 160 على نفس الواجهه دي. تمام، متشكرين جدا ليك يا مستر احمد وان شاء الله خير. شكرا يا ابو حميد، متشكرين ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. شكرا.